السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتمي سرطان القولون والمستقيم للأورام الأكثر انتشاراً وخطورة في العالم، ونظراً لعسر علاجه عندما يبلغ المرحلة الاجتياحية، فكثيراً ما ينصح بتبني نمط عيش صحي متضمن لأغذية تعمل على الوقاية منه. وفي سياق موضوعنا فالبرتقال إحداها. ففي دراسة نشرت عام 2014 بالمجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، فإن عصير الحمضيات بما في ذلك الذي يخص البرتقال يعمل على خفض احتمال الإصابة بالداء. وفي بحث آخر أكثر دقة نشر بمجلة التغذية والسرطان، فإن تأثير الفاكهة راجع إلى احتوائها على الهسبريدين أحد أنواع الفلافونويد. ومن هنا فتناولك للبرتقال باعتدال وبشكل يومي من شأنه الإسهام في خفض احتمال الإصابة بسرطان القولون. وختاما لحلقتنا، نرجو عزيزي المشاهد أن تشارك المعلومة مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.